Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini dimulai, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab Bittawassul. Al Fatihah taala azwajal fid dunya wal akhirah. Al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين إلى حضرة سيدنا وشافينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حضرة أزواج الأدي وذريته أجمعين وإلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المرسلين وسلامه عليهم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هديتا وتوسلا إلى أرواح الأفاضل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع صحابته جميع رضي الله سبحانه وتعالى بجمل أولياء وشهداء على المائس من wa jami'u ma shayyuhina hadithan wa tawassulan ila al marhum al marfulah rabbi ruhina ka jusman ka jabdul la misman ka abdul wahid kala fa jafar ju mar ju mawdil mahdi mutadar jistilati fa zum bin hasan bin usaid al mudarr ni tawaj bin abaina wa ummatina wa jiddina wa jaddatina wa ahlina أن الله يتوشوا من رحمة والمغفرة ويدخل الجنة ملبرا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاتحة سترهير نيرن هدي أكيه دك مؤسس معهد السعدية كياي كي مدهر وجميع ما شايب وندو أسد وصوله وفر بهم أن الله توشو من رحمة ومغفرة ويؤلي درجة في الجنة ويدع علينا من بركاتهم بصارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين سكيان ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته